السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أختكم من فلسطين من غزة، ويعني سامحوني لا أتحدث الفارسية، إذا استطعت أن أتحدث العربية هل أستطيع؟ تفضل أختي، تفضل إن شاء الله تتكلم باللغة العربية إن شاء الله، تفضل. أول شيء الحمد لله رب العالمين، الله أكبر والعزة لله ولرسوله وللمسلمين. الحمد لله رب العالمين الذي اصطفانا حتى نكون مجاهدين وشهداء للأرض التي بارك الله حولها ولمسرى نبيه صلى الله عليه وسلم. أريد فقط أن أوصل رسالة لأهلي في أفغانستان، أننا ننتظر منكم المدد، نحن متروكون لوحدنا في الميدان. المسرى مسراكم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أودعه أمانة عندكم. هذه فلسطين أرض الأنبياء جميعا، كلكم ستسألون عنها وعن أهلها وعن مقدساتها. الله سبحانه وتعالى سيسألكم، كل العالم تكالب علينا، كل العالم خاننا، كل العالم باعنا، كل العالم يحاصرنا ويقتلنا. مدد يا أفغانستان، مدد، نحتاج منكم المدد. دعت حركات المقاومة الإسلامية في فلسطين كافة الأمة الإسلامية أن تخرج بالملايين يوم الجمعة كمدد لله ولرسوله وللأقصى. لا تتركونا وحدنا، تكالب علينا الغربيون، تكالبت علينا أمريكا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا، يعلنون دعمهم للصهاينة الأنجاس لأن يدفعون لهم بالأسلحة والعتاد والعدة، لكن والله لا نخشاهم، والله لا نخشى في الله لومة لائم، لا نخشى أحدا إلا الله سبحانه وتعالى، لكنهم يجب أن يروا بأننا لسنا وحدنا، وأن أمة الإسلام بها أسود تفدي مسرى الرسول صلى الله عليه وسلم. كانوا يدنسون المسرى ويسبون نبينا صلى الله عليه وسلم، ويضربون نساءنا في المسجد الأقصى، وينكلون برجالنا، كانوا منتشين، نفخوا البوق ودنسوا حائط البراق، وأعلنوا القدس عاصمة لدولتهم اليهودية. لقد تركتمونا وحدنا حتى وصلنا إلى هذه النقطة. نحن نحمد الله سبحانه وتعالى وفخورون بمجاهدينا، بارك الله بهم وسدد الله رميهم وأعانهم على من ظلمنا، لكنكم يجب أن تساندونا، يجب أن تأتوا لنا بمدد. مدد يا أفغانستان، مدد. هذه ساعة الصفر، إما أن نكون وإما أن لا نكون. كيف سنقابله يوم القيامة؟ كيف سنقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سمحنا لهم أن يدنسوه؟ يحفرون تحت المسجد الأقصى، الله سبحانه وتعالى هو من يرفعه الآن. يريدون أن يهدموا مسرى الرسول صلى الله عليه وسلم ويبنوا هيكلهم المزعوم. مدد يا أمة الإسلام، مدد. لقد استشهد 22 فردا من عائلتي، والحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، حتى يبلغ الحمد منتهى. نحسبهم شهداء ولله الحمد والمنة، وما زالوا يقصفون، لا يستطيعون مجابهة المجاهدين في الميدان فيعاقبون المدنيين والأبرياء. الآن غزة تحرق وتباد عن بكرة أبيها، أحياء بكاملها دمرت، وما زالوا يقصفون، متعنتون، ظلم ومجرمون، كفر ولا يخشون الله،
ويعربدون بنا هكذا لأنهم يرون بأننا وحدنا. لم يروا المسلمين، لم يسمعوا كلمة المسلمين. أين أنتم؟ مدد، مدد يا أمة الإسلام، لا تتركونا وحدنا. هذا مسرى نبيكم، والله سيسألكم، والله ستسألون.